B-17 كانت طائرة أسطورية أصيلة وأنيقة بجناحيها العريضين ومحركاتها الأربعة ومدافعها. إنها الطائرة التي فتنت عشاق الطائرات. B-17 أسطورة الحرب العالمية الثانية، رغم ابتكارها بالثلاثينيات وأنتج منها 12500 طائرة، وهي أكثر نوع أسقط قنابل بالحرب. صنعت هيرد في 1943 بمصنع بوينغ بسياتل بطول 23 متراً وعرض جناحيها 31 متراً. لها 4 محركات سايكلون بقوة 1200 حصان وسرعتها 462 كيلومتراً في الساعة، وترتفع لأحد عشر ألف متر وتطير لأكثر من 3000 كيلومتر، وتسقط قنابل وزنها 5800 كيلوغرام. وجهزت B-17 ب12 مدفع رشاش من طراز براونينغ ذات الطلقات القوية الثاقبة لحماية نفسها بالمهام الطويلة. انعدمت النقاط العمياء بتسليحها، لذا سميت بالقلعة الطائرة.